له فقرة أخرى حول هذا السؤال، يقول الشيخ: بالنسبة إذا مات الوكيل في أثناء النسك، فهل يبعث يوم القيامة ملبيا؟ إذا مات قبل الإحرام لم يدخل في الحج أو العمرة، أما إذا مات بعد ما تلبس في النسك فإن كان أدى بعض المناسك فإنه يموت بنسكه ويبعث يوم القيامة ملبيا، كما في حديث الذي وقصته راحلته وهو واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة ومات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفنوه في ثوبيه وجنبوه الطيب، لا تمسوه طيبا ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. نعم.